هنكمل كلام في الفيديو ده عن البروبان والبيوتين. احنا وقفنا لحد الميثان والإيثان، والاتنين دول في المصنع بياخدوهم ويحرقوهم، تمام كده؟ فهي ده بتبقى فيول احنا بنستخدمه في الحرق في المصنع نفسه. طيب البروبان والبيوتين بقى بيفصلوهم، فاحنا كده هنتكلم هنا عن البروبان اللي هو C3 او اسمه البروبان، والبروبان من المنتجات المهمة جدا. ممكن نعمل له بوليمرايزيشن زي ما عملنا بالظبط مع الإيثان، وفي الحالة دي هيبقى عندنا المنتج اسمه بولي يعني عديد البروبيلين. طبعا البروبان بالأول بنحوله لبروبيلين بيلين، اللي هو هيكون شكله عامل ازاي. البروبان عبارة عن C3 وبعدين H، الاتنين في 3 ب6 واتنين 8، تمام كده؟ هنحوله لC3 H6 وننزع منه الهيدروجين. فاحنا بقى عندنا كده البروبيلين ده في دبل بوند واحدة، تمام، والباقي الهيدروجينات نوزعها كده، ده ناقصها واحدة دي ناقصها 3، ده البروبيلين. البوند دي اللي هي الدبل بوند دي السبب في الانستابيليتي، ان المركب ده من الاوليفنز وان هو مش ثابت، فبيتم عليه عملية الايه البلمرة، فيتكون كذا ذرة. البلمرة عموما بتتم على 3 خطوات، طبعا ده كورس بتروكيميا كامل، بس احنا بتحصل عندنا عملية اللي اسمها انيشيشن، يعني الرابطة دي هتبتدي تتكسر، ماشي، نتيجة ان في حاجة تانية دخلت وحفزتها اسمها انيشيتور. وبعدين بعد كده بيحصل حاجة اسمها بروباجيشن، يعني يبتدوا واحدة عليها نقطة من هنا مع واحدة عليها نقطة من هنا كده، ويبدأوا يلزقوا في بعض لحد ما في لحظة معينة يحصل حاجة اسمها ترمينيشن. يعني ايه؟ يتقطع البلمرة دي، ماهيش قادرة انها تلحم في ذرات تانية، فبتتم عملية البلمرة انها تقف، والسلسلة خلاص كده يبقى ده اخرها، تقفل على ايه؟ تقفل على كده. ده هنشوفه في كورس البتروكيميكال، بس ده بالنسبة لعملية البلمرة، هيطلع لنا منها البولي بروبيلين. طيب مين الاستخدامات التانية للبروبان واتكلمنا عنه في كورس الغاز؟ ان هو بيستخدم كريفريجرانت او كولينج ماتيريال. كولينج ماتيريال بتقلل درجة الحرارة. في الكورس ده برضو من فترة كده قلت ان احنا بنستخدم البروبان في السولفنت اكستراكشن، من الخواص المهمة فيه ان هو عنده قدرة ان هو يتذوب الاورجانيك كومباوند، فهو عبارة عن سولفنت ات الايه السولفنت اكستراكشن بروسيس. سولفنت اكستراكشن هو ليه استخدامات كتيرة جدا مش هنقدر حتى نسردها كلها هنا، بس البروبان من المركبات المهمة جدا. رقم 4 عندنا اللي هو C4، ده اسمه بيوتان، ومن اول هنا بيظهر النورمال والايزو. طبعا النورمال والايزو من الحاجات اللي هنلاقيها متكرره جدا في الهايسيس لما نيجي نستخدمه. الحاجه يقول لك اللي انت بتستخدمها دي نورمال ولا ايزومر. النورمال الحاجه عندنا بتكون نورمال لو هي سلسله على طول ما فيهاش اي تشعب، يعني سي كلهم ورا ايه ورا بعض، كلهم عليهم الهيدروجينات بتاعتهم وخلصنا على كده. طيب امتى بقى تبقى ايزو؟ لو حصل تشعب، فاحنا عندنا 3 ذرات احتمال ان يتشعب عليهم واحد بس، انها تتشعب من الايه من النص، فاحنا كده بقى عندنا الايزو بيوتين. طيب كل واحد من دول ليه استخدام، يعني مثلا الجازولين النورمال ده بنستخدمه في حاجه اسمها الجازولين بلندنج علشان نحسن خواص معينه في الجازولين، لكن لو عايزين نزود الاوكتان نمبر بنعمل بلينتنج مع الايزو تو انكريز الاوكتان نمبر. طبعا ودي خاصيه مهمه هنتكلم عنها في فيديو لوحدها، والاوكتان نمبر والستان نمبر اوف الجازولين، بس هي خاصيه مهمه تخليك تروح تشتري الجازولين يقول لك ده او البنزين في البنزينات يقول لك ده 92 وده 95. 95 اعلى عشان الاوكتان نمبر بتاعه ايه اعلى، تمام. ده بالنسبه للاربع مركبات اللي هي بتبقى بتتفصل فوق، قلنا منهم C1 وC2 هيتحرق في الايه في المصنع، هنحرقه، ما مش بيبقى دايما كميته كافيه ان انت ايه ان انت تبعته لاي حته تانية. لكن C3 وC4 انت بتفصلهم وتبعتهم فعلا لمصانع تانية، في معظم الاستخدامات بتتبعته في صورة ايه اللي بيجي. وخلينا نتكلم شوية عن ال ال
بي جي. ال بي جي اختصار ليكويفايد بتروليوم جازز. زي ما احنا عارفين سي 3 وسي 4 عبارة عن جاز، بس احنا لما بنبعتها زي الصورة عندنا لو سي 3 وسي 4. طيب دول اللي عبارة عن غازات. ليه ليكويفايد؟ عشان انت عندك لو في حد مر عليه الانابيب اللي بتكون عندنا في البيوت اللي كانت بتتبدل دي، بيكون فيها الغاز سي 3 وسي 4 ليكويفايد ات هاي بريشر، علشان كده نلاقي الانبوبه وهي فاضيه تقيله. ليه تقيله؟ علشان هي يعني الجسم بتاعها من بره، يعني لو ده شكل الانبوبه يعني تقريبا بيكون شكلها كده، تمام؟ هي فيها سيكنس من جوه كتير علشان تستحمل الضغط العالي. يبقى احنا عندنا ده كل ده الجسم بتاع الانبوبه، الغاز بيبقى موجود جوه هنا. طيب ليه الثيكنس بتاعها عالي؟ السيكنس بتاعها عالي عشان في هاي بريشر. البريشر العالي معناه انك بتحتاج لثيكنس عالي عشان ما يعني ايه ما تتكسرش منك. سيكنس عالي زي البالون كده او البالونه، لو بصينا عليها هنلاقي كل لما ننفخ فيها اكتر كل ما السيكنس بتاعها بيقل، فبالتالي بتفرقع ايه اسرع. طيب انا ليه بشرح الكلام ده؟ عشان عايزه اقول ان المكون بتاعها عباره عن سي 3 وسي 4. التكوين ده مش ثابت، ساعات الكميه بتزيد وساعات الكميه بتقل. السي 3 خفيف صح؟ ده لايت، فبالتالي هيطير بسهوله صح؟ هيبقى فولاتايل اكتر، هيطير بسهوله يعني بالتالي في الحراره لو الحراره عاليه، لو الحراره عاليه السي 3 هيطير مني. فبالتالي لو الحراره عاليه ما استخدمش السي 3، انا عايزاه يقعد في الانبوبه. ففي الحاله دي بستخدم ايه؟ بستخدم الاكتر السي 4. الحراره العاليه يعني ايه؟ يعني في الصيف في السمر. فعشان كده يقول لك في الصيف السي 3 نقلل كميته. طب لو بصينا على سي 4 اللي هي الكيس الثانيه، السي 4 ده خلينا مثلا نكتب كده، السي 4 عباره عن هيفي مقارنه بالسي 3، يعني هيبقى ايه؟ ليس volatile، يعني انا هعوز حراره عاليه علشان احركه. فبالتالي لو الحراره قليله مش هيتحرك من مكانه صح كده، نو موفينج، او السي 4 هيفضل محله سر. فبالتالي حراره قليله يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم عن الوينتر، فالوينتر هيعوز حاجه بتطير بسهوله اللي هي سي 3. فباختصار السي 3 بيكون قليل في الصيف في البليندنج، هتلاقي ان هما بيقللوا السي 3، والسي 4 بيبقى قليل فين؟ في الوينتر، عشان انت عايز حاجه تطير، تمام كده. ده بالنسبه للميكس ده في ال بي جي. طيب ندخل بقى على المركب اللي بعد كده اللي هو النفته. طيب احنا وصلنا كده لسي 4، فبديهي لما نيجي نتكلم عن النفته اللي هي المركب اللي بعد كده، فاحنا بنتكلم عن السي 5 فما فوق، تمام؟ فاحنا كده بنتكلم عن السي 5. القط دي بنسميها نفته. طيب البويلنج بوينت بتاعها دي بقى من الحاجات اللي بتكون مميزه. البويلنج بوينت بتاعتها بتاند او بتنتهي او سقفها عن 400 درجه فهرنهايت، يبقى دي القط بتاعت النفته. بنعرفها من ايه؟ من درجه الحراره دي. طيب لو جينا بصينا على النفته هنلاقيها اللي هي بنسميها برضو الاوفر هيد او المنتج السطحي او الاولاني من اوف الاتموسفيريك ديستيليشن. يعني انت عندك الاتموسفيريك ديستيليشن لما بيقول لك انك بتدخل على كوندنس وبعدين تدخل ريفلكس وبعدين تطلع ديستليت او اوفر هيد، الديستليت او اوفر هيد ده يقصد بيه النفط. طيب النفته دي بقى استخداماتها ايه؟ عاده النفته بتستخدم كفيل في حاله البتروكيميكال اندستري، للبتروكيميكال. طيب ده بالنسبه للنفته. طيب يوزد از فيد ستوك للايه؟ للبتروكيميكال، او وديها لتلات اماكن، واحد ادي اتنين ادي تلات. يبقى النفتة بتاعتنا مش هنستخدمها زي ما هي، احنا هنستخدمها كفيد ستوك لتلات اماكن. المكان الاولاني عندنا انك تبعتها اليونت بتاعت الثيرمال كراكن او عملية التكسير في وجود حرارة عالية.
الحاجة التانية عملية الريفورمينج. الريفورمينج اللي هي عملية التشكيل بتاعة الخام اللي عندك او المنتج اللي عندك عشان تظبطه كده ويطلع لك شكل جديد. او الحاجة التالتة هي نوع من انواع الريفورمينج اسمه كاتاليتيك ريفورمينج. الكاتاليتيك كل واحدة من دول هتدينا منتج مختلف. طيب المين ريزون ان انت تبعتها لعملية الثيرمال كراكنج ان انت عايز تحصل على حاجة اسمها الاوليفينز. الاوليفينز دي اللي هي بيكون فيها الدبل بوند. طيب ليه بنعوز ان احنا يكون عندنا اوليفينز؟ عشان زي ما احنا شفنا من شوية الاوليفينز بيحصل لها بوليمرايزيشن وتدينا في الاخر ايه؟ البوليمرز اللي احنا محتاجين. طيب ده المنتج الاولاني. بالنسبه للريفورمينج بتعيد التشكيل عشان تطلع الاروماتكس، والاروماتكس مهمه وليها استخدامات كتير هنشوفها بعد كده. طيب لو ودينا للكاتاليتيك ريفورمينج فانت بعتها علشان سبب. السبب ده ان انت عايز تعمل جازولين، تمام؟ انت عايز تحول النفطه بتاعتك لجازولين وتظبط الخواص بتاعه الايه؟ الجازولين بتاعتك. يبقى احنا عندنا كده دي المعلومات اللي احنا يهمنا ان احنا نعرفها عن الايه؟ النفط. المره الجايه هنتكلم عن الكيروسين.